أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ طيبات إن شاء الله. الحمد لله. إذن لازلنا نتحدث حول ميراث الجد مع الإخوة، والذي قررنا فيه أننا طبعا بنحل هاي المسائل بناء على مذهب جمهور العلماء القاضي بأن الجد لا يحجب الإخوة. أيضا اتفقنا أننا قد اعتمدنا طريقة الإمام زيد، وكنا قد انتهينا من الحديث عما لو كان الإخوة مع الجد كلهم من نوع واحد، وفرقنا بين ما إذا كان هناك أصحاب فروض أو عدم وجود أصحاب فروض. وقلنا بالنسبة لميراث الجد مع الإخوة عند عدم وجود أصحاب فروض في هذه الحالة، إذن قلنا عند توريث الجد مع الإخوة بدون وجود أصحاب فروض وكان الإخوة من نوع واحد، فإن الجد يستحق الأفضل من أحد أمرين، ألا وهما المقاسمة كذكر أو ثلث التركة. فأيهما أفضل؟ نورث الجد به، ووضعنا معيارا لذلك لا داعي لذكره مجددا. أما إذا كان هناك أصحاب فروض مع الجد والإخوة الذين هم من نوع واحد، فرقنا ما إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض سدس أو أقل من سدس أول شيء، وبينما إذا كان الباقي أكثر من سدس التركة. فإن كان الباقي سدس فأقل، ففي هذه الحالات فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة، إلا في المسألة الأكدرية التي أفرادها منحصرون في زوج يرث النصف وأم ترث الثلث وجد وأخت واحدة سواء كانت شقيقة أو لأب. بينما لو كان الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من سدس التركة، حينها نورث الجد الأفضل بين ثلاثة أمور: إما سدس التركة أو ثلث الباقي أو المقاسمة كذكر. فأيهم كان أفضل يرث به الجد، وما تبقى يتقاسم الإخوة بغض النظر عن عددهم. تمام. اليوم بإذن الله سنتحدث عما لو كان الإخوة من أكثر من نوع، ونحن هنا نتحدث فقط عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. تمام. بمعنى أولاد الأبوين وأولاد الأب. أولاد الأب اللي هم مين؟ الإخوة لأب. أولاد الأبوين أشقاء. حلو. ففي هذه الحالة حينما نريد أن نورث الإخوة لأب مع وجود الأشقاء، لأنه إحنا صرنا عارفين أنه الأشقاء يرثون وفق الآلية التي تحدثنا عنها، تمام؟ إذا كانوا كلهم من نوع واحد. طب ماذا لو أضيف إليهم إخوة لأب؟ لاحظي معايا، أنا جعلت الأشقاء هنا الأصل باعتبار الأصل في قواعد الحجب، دائما الأخ الشقيق بيحجب الأخ لأب، وهذا الأمر اتفقنا عليه سابقا. فبالتأكيد إذا وجد الأشقاء والأب، فأكيد أنا بأقدم الإخوة الأشقاء. ومع ذلك بدنا نشوف شو هي الألية حتى نقول بتوريث الإخوة لأب مع وجود الأشقاء مع الجد. حلو. فالآن قبل ما أجي أقول عند عدم وجود أصحاب الفروض، ابتداء كمبدأ عام لتوريث الإخوة لأب عند وجود الإخوة الأشقاء مع الجد، فإننا نقول دائما دائما الإخوة الأشقاء يستفيدون من الإخوة لأب في كل الأحوال، سواء الإخوة لأب ورثوا أو لم يرثوا، سواء الإخوة لأب ورثوا أو لم يرثوا، في كل الأحوال فإن الإخوة الأشقاء يستفيدون من الإخوة لأب. بأنه عند وجود الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، فإن الأشقاء يستفيدون من مين؟ من الإخوة لأب، بغض النظر الإخوة لأب وارثون أو غير وارثين، في كل الأحوال الأشقاء بيستفيدوا، إذ يعدونهم على الجد ثم يحجبونهم إذا كان الأشقاء ذكور. مرة تانية بدي أعيد هذه العبارة بعدين نترجمها شوية شوية. إذن الإخوة الأشقاء دائما دائما يستفيدون من الإخوة لأب، إذ يعدونهم على الجد ثم يحجبونهم.
تمام؟ إذا كان الأشقاء إيش؟ ذكور. يعني باختصار وبالعامية بنقول إنه إذا وجد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في مسألة واحدة مع الجد، ففي كل الأحوال الأشقاء حيرحبوا بالإخوة لأب، حيقولوا لهم تعالوا انتوا بتضلكم اخوتنا، صحيح احنا زعلنا من ابونا عشان نتزوج على امنا، بس انتوا حبايبنا اخواتنا، تمام؟ وبيقعدوهم بضيفوهم بشربوهم قهوه وكل شيء. بعد ما تيجي التركه توزع بياخذوا حصتهم الاشقاء، بعد ما استفادوا من وجود الاخوه لاب، بعدين بيقولوا لهم مع السلامه عند امكم يلا. فلاحظي معايا في كل الاحوال، سواء بدي اضل اخليهم قاعدين عندي يعني وارثين، او طردتهم برا مش وارثين، في كل الاحوال انا بستفيد كاخ شقيق، فانا بستفيد. وين وجه الفائده اللي انا حصلت عليها كاخ شقيق؟ اتفقنا زمان انه زياده عدد الاخوه بقلل نصيب الاجاد من ايش؟ من المقاسمة، صح ولا لا؟ بقلل نصيبه، كل ما زاد عدد الإخوة بقل نصيب الجد، وكونه بقل نصيب الجد معناته بزيد الباقي بعده، بزيد الباقي بعده، وهذا يعني إنه الإخوة حياخدوا حصة أكثر عند وجود الإخوة لأب، صح ولا لا؟ فلذلك قلنا بأنه كمبدأ عام لسه قبل ما نفصل، بأنه دائما الأشقاء بيستفيدوا من الإخوة لأب، إذ يعدونهم على الجد ثم يحجبونهم إذا كان الأشقاء ذكور. وهن يا جماعة بدي أفرق بين شغلتين. اليوم في محاضرتنا سنتحدث عما لو لم يكن هناك أصحاب فروض مع الجد والإخوة. ألم نتفق عند حديثنا عن ميراث الجد مع الإخوة اللي من نوع واحد وما فيش أصحاب فروض، فإن الجد يرث الأفضل بين أحد أمرين، إما مقاسمة كذكر أو ثلث التركة. فهن نفس الشيء بنقول، لكن بعد هيك بنقول الأشقاء إيش بياخدوا ولأب شو بياخدوا، لكن كمبدأ عام ميراث الجد الأفضل بين أحد أمرين، إما مقاسمة كذكر أو ثلث التركة. وبناء على ذلك لو بدي افترض في عندي جد، لحظي ما في اصحاب فروض هنا اتحدث، عندي جد وعندي مثلا اخ شقيق وعندي كمان نقول مثلا اخ او اثنين اخ لاب، تمام؟ حلو. الان نيجي نترجم الكلام اللي ذكرناه، قلت انه الاشقاء بيستفيدوا من وجود الاخوه لاب اذ يعدونهم، اذا اول خطوه بعملها بنسى انه هدول مش من نوع واحد، بعدهم كانهم نوع واحد، كلهم بينعدوا، كلهم بينحسبوا، فاذا اثنين وواحد ثلاثه. ثلاثه اكثر من المثلين، لانه هن كله ذكور، المثلين اثنين مش اربعه. صح ولا لا؟ الثلاثه اكثر من المثلين، اذا بالتأكيد الثلث للجد أفضل، صح ولا لا؟ الثلث أفضل للجد، فإذا المسألة من ثلاثة الجد أخذ واحد وهدول حياخذوا اثنين، فنيجي نقول اثنين ونقسمها على ثلاثة؟ لا، خليكم معايا، هلقيت إيش بدنا نقول لسه. فالآن نرجع للشروط اللي بناء عليها بدي أقول متى يرث الأخ لأب عند وجود الإخوة الأشقاء. حلو؟ إذا أول خطوة بتعمليها كده، بعدين بترجع تقولي الاثنين هذي لمين أو كيف ده تتقسم. حلو؟ فبنيجي بنقول حتى يرث الإخوة لأب مع الأشقاء عند عدم وجود أصحاب فروضين لابد من ثلاث شروط، ثلاث شروط حتى نقول الإخوة لأب يرثون مع الإخوة الأشقاء. أول شرط، وهذا شرط أساسي في كل الأمور، حتى في المحاضرة القادمة رح نستعين بنفس الشرط. أول شرط بنقول أن يكون الباقي بعد الجد أكثر من النصف. هنا فعلا الباقي أكثر من النصف، اثنين من ثلاثة أكثر من النصف، صح؟ هاي الشرط تحقق، لكن نشوف الشروط الثانية. إذن أن يكون الباقي بعد الجد أكثر من نصف التركة، هاي واحد. اثنين، أن يكون الأشقاء أخت شقيقة واحدة. حتى يرث الإخوة لأب لازم الأشقاء تكون أخت شقيقة واحدة.
لأنه أصلا منطق بناء على القواعد الأساسية الشقيق بيحجب هدول بالمنطق، صح ولا لا؟ وهنا مش هنغير كلامنا، فالشرط هذا بأكد كلامنا إنه لازم حتى نقول هدول يرثوا لازم الأشقاء يكون شقيقة واحدة، مش بس شقيقات، شقيقة واحدة بس، واحدة، تمام؟ خليني أكمل. إذن الشرط الأول أن يكون الباقي بعد الجد أكثر من نصف التركة. الشرط الثاني أن يكون الأشقاء شقيقة واحدة. وحتى يرث الإخوة لأب لا يتصور ميراثهم إلا إذا كان الإخوة لأب أكثر من أخت لأب، أكثر من أخت لأب يعني أخ لأب فأكثر، أكثر من أخت لأب. حتى يرث الإخوة لأب لازم يكون عددهم أكثر من أخت لأب، يعني أخ لأب بمشي عادي، اثنين أخت لأب بمشي عادي، ثلاثة أخت لأب، خمسة أخ لأب، وهكذا. المهم أكثر من أخت لأب، حلو؟ وحنقول ليش بيزبط وبيزبطش بالأمثلة، حيتضح ليش أو إيش الحكمة من إنه بزبط أو ما بزبطش، حتكون مسألة حسابية ليس إلا. نشوف الآن، لو بدي أجي أقول في عندي جد مثلا وأخت شقيقة وأخت لأب، أخت لأب، تمام؟ حلو؟ خليكم معايا. نفس الشيء بدي أجي أعامل هدول، دائما دائما قلنا المبدأ العام أن الإخوة الأشقاء يستفيدون من الإخوة لأب إذ يعدونهم على الجد، هذه دائما بدنا نعدهم بغض النظر بيرثوا أو لا يرثوا، دائما أنا بعدهم ضمن العدد. نيجي نعد هنا اثنين، اثنين أقل من المثلين، إذا المقاسمة أفضل، فالمسألة من كام؟ من أربعة، من أربعة، لأنه الجد اثنين، صح ولا لا؟ وهان في ضل اثنين، صح؟ لسه ما عرفناش لمين الاثنين. لاحظي نيجي للشروط، بنقول الشرط الأول أن يكون الباقي بعد الجد أكثر من النصف، هان الباقي بس نصف، صح؟ طيب والشرط الثاني إنه الشقيقة واحدة أو الأشقاء شقيقة واحدة، أوكي موجود، لكن الباقي كان نص مش أكثر، إحنا قلنا الشرط يكون أكثر من النصف. فلاحظي عشان هيك قلنا إنه لا يتصور يكون الباقي أكثر من النصف إلا إذا زاد عدد الإخوة لأب عن أخت لأب، لأنه لما بيزيدوا بيقل نصيبه بالمقاسمة وبالتالي بيزيد الباقي بعده، فحينها ممكن يضل إشي بعد النص، ممكن يضل إشي بعد النص، لأنه النص مين اللي حتاخده؟ الشقيقة، الشقيقة هي اللي حتاخد النصف، تمام؟ وكونه لم يتبقى شيء بعد النصف فإن الأخت لأب محجوبة، ما ضل لها شيء، تمام؟ إذن نرجع على السريع نقول بإنه حتى يرث الإخوة لأب مع الأشقاء عند عدم وجود أصحاب الفروض فلا بد من أولا أن يكون الباقي بعد الجد أكثر من النصف، وأن يكون الأشقاء شقيقة واحدة، وأن يكون أو بلاش نقول وأن يكون، ولا يتصور ذلك إلا إذا كان الإخوة لأب أكثر من أخت لأب، لا يتصور ذلك إلا إذا كان الإخوة لأب أكثر، لأنه هذا المثال نفسه بدي أجي أقول هان مثلا اثنين، بدي أجي أقول هان اثنين أخت لأب، تمام؟ حتى أقول لك إنه هان ممكن يرثوا. نشوف مرة تانية، نعد عدد الإخوة ثلاثة، الثلاثة أقل من المثلين وبالتالي المقاسمة أفضل، الرؤوس قديش؟ خمسة، فالجد له اثنين من خمسة، هنا ضل ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، صح؟ ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، فبنروح معطين الشقيقة النصف اللي هو قديش؟ اللي هو خمسة على اثنين، صح ولا لا؟ النصف، مش حنعطيها النصف؟ من وين اجت خمسة على اثنين؟ التركة على اثنين، نصف التركة، نصف التركة، فإذا أخذت خمسة على اثنين وهذا زي ما هو، فهدول حياخذوا ثلاثة ناقص خمسة على اثنين، صح ولا لا؟ زي ما كنا نحسب قديما، وصلت؟ فنيجي هاي نعدها، حتصير ستة ناقص خمسة على
2 وهان 5 على 2 وهذه زي ما هي والمسألة من 5 روحي اضربي في 2 لأنه هذه صارت 1 على 2 اضربي في 2 لتتخلصي من المقام فهذه حتصير من 10 هذه 4 وهي 5 وهاد 1 الآن الواحد قسميه على 2 هاي لحظة الخوات اللي أطلع لهم فالواحد قسميه على 2 بيكسمش فروحي صححي هل جبت تصحيح عادي اضربي كمان مرة في 2 كتصحيح فبدها تصير من 20 وهنا 8 وهنا 10 وهان 2 وخلصنا شفتوا ما اسهلها تمام ناخذ كمان مثال وبه نختم ان شاء الله في اي استفسار في هاي المساله في اي استفسار حنطبق عليها ان شاء الله الاسبوع القادم ايوه نعم تمام طيب سكوتكم شوي بخوف الآن نيجي نقول مثلاً في عندي جد اثنين أخت شقيقة وأخ لأب تمام؟ يلا نشوف الحل تعالوا عدوا عدي هان هاي اثنين واثنين أربعة فهان استوت المقاسمة مع الثلث فأنت ورثي زي ما بدك هنا تساوت صح ولا لا؟ فنقول ثلث مثلاً المسألة من ثلاثة الجد إلو واحد وهنا اثنين اثنين من ثلاثة أكثر من النصف اثنين من ثلاثة أكثر من النصف لكن اختل شرط إنه الأشقاء كان أكثر من أخت شقيقة أكثر من أخت شقيقة فالاثنين بياخدوهم هدول والأخ محجوب الأخ محجوب ليش؟ لأنه الأشقاء كانوا أكثر وإحنا قلنا هدول حتى يرثوا لازم لأنه هان اتوفر شرطهم أنه أكثر من أخت لأب صح ولا لا؟ لكن هان في خلال في عدد الأشقاء قلنا الأشقاء لازم يكونوا أخت شقيقة واحدة أكثر من هيك ما بيزبطش شو يعني ما بيزبطش يعني الإخوة لأب شو ما كان عددهم ما بيرثوا لكن في كل الأحوال بينعدوا بيدخلوا ضمن العدد لأنه هدفي أستفيد أنا كأشقاء أستفيد لأنه لو ما بدي أعده ففي هذه الحالة لحظة هذا لو بدي أفترض بديش أعده حتكون المسألة لحظة معايا من أربعة من أربعة هاد نص وهاد نص وبتنتين أخذوا نص لكن هدول أخذوا اثنين من ثلاثة يعني أكثر زادت حصتهم فهي الاستفادة هي الفائدة اللي عادت على الأشقاء من وجود الإخوة لأب عشان كده في بداية المحاضرة شو قلت أن الإخوة الأشقاء يستفيدون من الإخوة لأب إذ يعدونهم على الجد ثم يحجبونهم إذا كان الأشقاء ذكور وإذا كان الأشقاء أكثر من شقيقة علم تمام طيب هذا بالنسبة لموضوع الأول وهو ما إذا لم يوجد مع الإخوة اللي من أكثر من نوع أصحاب فروض فزي ما هو مبين عندكم على الشاشة فالإخوة لأب لا يرثون إلا إذا كان الباقي بعد الجد أكثر من نصف التركة وكان الأشقاء شقيقة واحدة وهذا لا يتصور إلا إذا كان الإخوة لأب أكثر من أخت لأب يعني أخ لأب فأكثر تمام؟ فهنا المثال أظن أخذناه وجوابنا مثله فالمسألة باتت واضحة المحاضرة القادمة بإذن الله سنتحدث عما لو كان هناك أصحاب فروض مع الجد والإخوة من كذا نوع إلى هنا نكون قد انتهينا من موضوع محاضرتنا لهذا اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.